سلام، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير على حساب الوقت اللي رايحين تشوفوا فيه هذا الفيديو. أنا عدت نطول شوية في الغيبة بصح والله والله غرض عندي ظروف، يعني بعد نحكي لكم عليه. بون، الحاجة الأولى جبت لكم كيكة التفاح، بما أنه التفاح راهو طايح شوية يعني نقدروا نديروا فيه راينا. ما هما جبت لكم اليوم دو غوسيت، الحلولة كريمة كيكة بالكريمة، والثانية طريقة تخزين التفاح. بون، الحاجة الأولى نبداوها بالكريمة تاعو، نبداوها هي الأولى باه تبرد. نديرو نص لتر حليب، زوج ملاعق ونص انشا، ربع ملاعق سكر عادي، نخلطهم مليح بارد في بارد، ومن بعد نحطهم فوق النار حتى يعقدوا. نحرك مع يعني مع التحريك المستمر حتى يعقدوا. كي يعقدوا نزيد هذيك المغرفه تاع الزبده وشويه تاع لافاني، تحبوا عطر اروم يعني، ولا تاع الميزان في زوج ملاح. انا نفعت نفضل تاع الميزان خير، باسكو لي زاروم كون ما تعودش واحد تقدر تتحكم فيهم، يعني تجي الريحه تاعهم كاسحه بزاف وتفزد لوكو. بون، نخلص الكريمه اللي هنا نحطها في طبسي ونغطيها باه ما ديرش الطبقه هذيك من فوق بابي فيلم، ونخليها تبرد. دي قمه في المذاق، يعني ذوق خرافي صح. دوك تشوفوا الخفه تاعها معايا، سبيسيالمون اذا كنتوا من كيما نقولوا من محبي الكيكات اللي ماشي ناشفه. انا كنت عود مسكوته ناشفه ما ناكلهاش غير بالحليب، كون يخطي الحليب ما ناكلهاش، بصح هكذا مع جو ولا تجي ملاح. نغيروا شويه، ماشي ديما مسكوته، ديما نديرو بو جديد ونتعلمو حاجة جديدة. فوالا، نخليها هكذا نغطيها ونخليها تبرد، ومن بعد نروح الكيكة تاعي اللي عندي فيها 3 بيضات، مبشور برتقال، وحدة خميرة، زوج ملاعق تاع النشا، وعندي كريمة طازجة. انا هنا كنت اقل من نص كاس حليب وكريمه طازجه وكاس سكر وكاس غربوع تاع زيت و 240 غرام فرينه. يعني بعدا نخليهم لكم مكتوبين المقادير هذو كل. هنا الكريمه الطازجه انا كنت خادمتها سما منزليه، اللي ما عندوش يدير علبه تاع ياغور طبيعي ولا عادي، سما طبيعي هذاك اللي بدون سكر ولا بالسكر، كيف كيف تتمد نفس النتيجه. الحاجة الأولى هي نكسر البيض تاعي مع السكر، ونخف رشة ملح. أنا يعني ديما ننسى بلي شغل ديما نحطها هي في الطاسية الأولى، من بعد ندير فوقها البيض. نخفق البيض هكذا شوية برك، ومن بعد نزيد له السكر على 3 دفعات ولا 2 دفعات، كيف كيف. المهم باه ما يركحش لتحت، باه يذوب مليح معانا. اللي عندها باتور تخدم بالباتور عادي، انا ولفت نخدم بالميكسور باسكو الباتور تاعي عنده برا فريد ما عندوش زوج، يمد نفس النتيجه كيف كيف. المهم كي يكون الخليط تاع البيض هذاك اصفر، ومن بعد يولي مايل للبياض، تعرفي بلي راكي في الطريق الصحيح. يعني كيكه عاديه والله ما يلزمهاش شرح بزاف ولا. ومن بعد درت الحليب، ومن بعد الزيت ثاني عادي ماشي على دفعات ولا كوفريد، حطوه ومن بعد نهبط هذيك الكريمه اللي قلت لكم خدمتها خدمتها في الدار ما شريتهاش. تجي سهله وماشي شرط كلش نشريوها ساعه ساعه، كيكونوا ما يكونش الحوايج الواحد يكسر راسه شويه باه يدير حاجه كيما نقولوا كونش مكلفة بزاف. فوالا، هذا واش كنت حابة نهدر. بعد ما خلطت كلش زعما كيما نقولوا السوائل خلطتهم كل، نزيد مبشور الليمون ولا البرتقال كيف كيف. انا ديما نخدم بهم في زوج، نحطهم في الكونجيلاتور كي نجي نخدم ندير بهم. عندي 2 ملاعق تاع النشا، ونضيف الخميرة مع الاخر ساشي برك تاع خميرة، وزن 10 غرام نورمالمون. نخلط مليح، نحرك نحرك باه ما يخليليش التكتلات هذوك من تحت،
ونضيف الفرينه ثاني اعلى دفعات. شوفوا الفرينه دوك نقولكم، اخي ديما نقولكم كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش، سواء في الكاطو ولا في المسكوته كيما هكذا. سماعينكم ميزانكم، اذا قعدت خفيفه تحت يدكم شغل، ماشي شرط كي قلت لكم انا 240 غرام فرينه لازم تحطوا 240 غرام فرينه قد قد. شغل هذه تدخل شويه في ليكسبيريونس، انا نحب نخليها خفيفه ما نخليهاش. دوك تشوفوا القوام تاعها معايا، شوفوا كيفاش خليتها 240 غرام ونحيت من هذيك شويه. سماك شغل كي كانت تحت يدي حسيتها باللي ساي راهي الكميه تاع الفرينه اللي درتها كانت كافيه. بون لهنا الغلطه اللي درتها اللي ما حبيتش نفاصيها، انه لازم 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 تحركوا مليح من تحت باه ما تقعد لكمش الفرينه من تحت. مي سي با لا فان دو موند، نورمال خليتها اكسبري، يعني كنت قادره نحيها في المونتاج مي خليتها اكسبري باه ما تتخلع. شغل كاينين اللي بنوتات صغار هكذا يتخلعوا وتقول لك كيفاه تفزد لي، ما تفزد ما والو، حركيها عادي. ومن بعد نجي لهذيك الكريمه نصبها قبل في البلاطو يكون مدهون بالزبده ومرشوج بالفرينه، ومن بعد نجيب الكريمه تاعي هذيك نخفقها، ماشي خفق اسمها خفق يدوي برك، ماشي بالمضرب اليدوي، ماشي بالباتور ولا بالميكسور، عادي بالمغرفه برك. وندير الطبقه من الفوق فوق هذيك فوق طبقه الخليط تاع الكيك. شوفوا الكريمه انا ما عقدتهاش بزاف باه كي شغل تمشي لي فوق فوق الكريمه فوق الكيك، استغفر الله، شغل قدرت نتعامل معها عادي. باغ كونطخ كون ثقلتها بزاف كون ما تمشي ليش فوق الكيك، ما تتخلط هذيك الطبقه تاع الكيك مع الطبقه تاع الكريمه. فوالا نكمل فيها الى اخر رمق. ما تقعدش تروح في الماء. فوالا ومن بعد نكون ديجا راني شغل قطعت التفاح تاعي. لازم تكون يدكم شويه خفيفه باه التفاح برك ما يكحلش، هذا ما كان. ولا اللي كيما نقولوا اللي ما تقدرش تزرب بزاف دير له عصره تاع قارص ليمون، ومن بعد نستفو هكذا ورا بعضه. انا كنت راح نفورميه واحد الفورم هكذا، ومن بعد تجيو ورا بعضهم زيد روج المارشي. ما بليش كانت واحد لافورم هكذا في راسي راح نتبعها، لقيت روحي رايحه هكذا. دوك تشوفوا كيفاه جات. فوالا بعد ما ستفتهم هاهم، بعد ندخلها الطيب حتى يحمروا الحواف تاعها. كي خرجتها اكيد يكون الفرن مسخن مسبقا، ومن بعد ما خرجتها ديريكتومون درت لها شويه مربى تاع برتقال تاع مشمش، مسحتها به برك على جال كي تعود سخونه يتشرب هذاك التفاح ما يقعدش ناشف. و ميم طون تمد هذيك البريق واللمعه هذيك الكيك تاعنا. درت رشه تاع قرفه، رشه خفيفه باه ما يجيش اسمها يجي كيف يقولوا لها تجانس في النكهات، بصح ماشي حاجه انك تزع فيها. درت شويه برك رشه تاع قرفه انه التفاح يمشي بزاف مع القرفه، ودرت شويه لي زامون دو فيلي و لي بيب دو شوكولا. ومن بعد دوك على الحواف كتزيين دوك ندير شوش الورد وندير سكر غلاسي، باسكو كنت حابه ندير حاجه في البلون، كانت كنت حابه ندير نوات كوكو وما كانتش عندي، درت شويه سكر غلاسي. فوالا حاجه خفيفه برك. ثاني ما نحبش لي كيك اللي يكونوا حلوين بزاف يقطعوا لي قلبي، الحلاوه تاعها تكون مليحه برك. فوالا من بعد درت شوش الورد في لي كوتي، اصلا الريحه تاعو تمد تاع الورد ديك تهبل تهبل. ومن بعد لهنا دوك راني جيت نبريزونتي، بعد ما بريزونتيتها راني جيت نعاد لكم. دوك كي نقسمها تشوفوا الخفه تاعها، اي هنا بعد ما بردتها، سما ما حبيتش نعاتها لكم، ما حبيتش نقسمها وهي سخونه لانه اكيد اي حاجه سخونه تبان خفيفه، بصح انا خليتها هنايا بعد ما بردت وقصيتها وجيت نعات لكم كيفاه القوام تاعها يكون. اجي الخفه تاعها وزن الريشه سبيسيالمون كي عاتب الكريمه وذاك تجي خفه غير عاديه. بون لهنا راني نبريزونتي في الكوا هذا باسكو نورمالمون ايه كنت ندير في المطلوع من هي، سما خليولي غير هذا خليت الروح يمشي، خليولي
خليت نروحي غير لهذا الكوان هذا باه نصور فيه. طلعت الطابله من هي كانت فيها المطلوع، كنت نقرص فيه بما تزدلوش الخميره. المهم دوك تشوفوا كي نقصها كيفاه تجي، تجي تهبل. ني ما نشتيش نشكر لكم الحاجه بزاف بما تقولوش كي عاد حاجزها اللي عاد تشكر فيها، مي صدقوني تجي تحفه. فوالا شوفوا الكريمه كيف تعود تسايح وحدها تهبل. يعني اللي ما يحبوش الكيك الناشف كيما انا اكيد رايحه تعجبهم هذه الوصفه. بون لهنا دوك نقدم لك قدم الطبسي للاكام باه تشوفوها صح كيفاه خفيفه. فوالا دوك نتعمد اني شغل نفزت هكذا باه تشوفوا القوام تاعها. شوف من نقيسها برك شوفوا كيفاه خفيفه. سله تعجبكم هذه الوصفه وطبقوها. ومن بعد دوزيام غوسيت اللي هي التفاح، طريقه تخزين التفاح. على بالي اكل ديرو بصح كل واحد والطريقه تاعو. هذا ما كان شغل الحاجه اللي نعرفها نحب نفيدكم بها. اكيد اليوتيوبرز كامل ديروها بصح كل واحد وطريقته. بون الحاجه الاولى هي زوج كيسان سكر ماشي معمرين، راكم تشوفوا فيا مانيش نعمر فيهم. ليه؟ لانه التفاح تاعي كان ما هو حلو ما هو صامت مليح برك. وندير زوج كيسان تاع ماء وشويه نغمل ما دوك نزيد شويه. ايه زوج كيسان تاع ماء وشويه، ومن بعد نحطهم على النار حتى يغليو. سمكين نبدا نشوفهم هذا، نشوف السكر هذاك ذاب وبدا يدير في الفقاعات هذاك على الحواف. نبدا نحطه في التفاح. قبل هذه نكون ديجا انايا التفاح تاعي بديت نقشر فيه. سمك كي حطيت جوست حطيتها على النار، التفاح تاعي راني بديت نقشر فيه ومديره من هيه وعاء فيه قطره تاع قارص باه ما يكحليش التفاح. كي العادة لازم يدكم تكون خفيفة فوق الحق لأنه التفاح ما يريزيستيش بزاف. ثم ليه يكحل يتغير لون تاعه، وحنا ماناش حابين نوصلوا للنتيجة هذيك، حابين التفاح تاعنا يقعد اللون تاعو طبيعي. أكيد تنظفوا له البلايص هذو اللي وين مقدرتوش تقشروهم بالموس. ومن بعد قلت لكم تحطوه في هذاك الوعاء اللي فيه ماء وفيه قطرات الليمون. نخير الحبات اللي ملاح برك، ما هم كبار ما هم صغار، سافا موايان باه يجيكم متحوف. باغ اكزومبل ديروه مع باليش تاكلوه في كونفيتور هكذا، يجيك الكونفيتور تاكلوه هكذا مع قهوه مع مسكوته، ولا ديروه في طاجين الحلو كيما انا. كي نطيبو ونخلص نفخسيه من الداخل كيما نقولو نفرغ له اللب تاعو هذاك، ومن بعد نفخسيه ونديروه في طاجين الحلو. كاز نهار ان شاء الله راني نحط لكم كيفاه نديرو. شوفوا لهنا او مازال ما غلاش، غير بدا يدير الفقاعات هذوك سما مده 10 دقائق نورمالمون. هاي مده 10 دقائق وهو على النار بدا يدير في الفقاعات هذوك، ماشي مده 10 دقائق وهو يغلي، مده 10 دقائق وهو بدا يغلي. فوالا دوك يبدا يغلي. دوك انا نبدا نحط الحبات تاعي تاع التفاح ونحسب لهم مده 20 دقيقه، يعني يطيبوا 20 دقيقة على نار هادئة، ماشي نار متوسطة ولا نار زايدة، نار هادئة. يعني نقصوا له ما راه ونخليوه يطيب في عقله. هذاك هو ما يجيش طايب بزاف يعود يطايح، خطر دوك تشوفوني نقعد نهز فيه من العواد تاعو هذاك، ما نجيبش من غرفة ونهزو. سما كيما نقولوا كيف راح نوصل لكم الفكره، ما يترضرش بزاف، ما يقعدش كي شغل ما يوليش مش حاكم روحه، يطيب بصح في نفس الوقت يقعد حاكم روحه. يعني حاسه روحي اني نهضر بزاف اليوم. المهم بعد نديروا له نحط، بعد ما نحطوه نخليوه مده 20 دقيقه على نار هادئه حتى يطيب. ما تحسبوا له كي تحطوا تحسبوا 20 دقيقه.
فوالا هاني خليت واحد سنة غلا مليح، ومن بعد نقص للغاز، ودوكا رايحة نحسب 20 دقيقة. من بعد كي نشوفو طاب نزيد له شوية تاع عطر التفاح ولا عطر الليمون في زوج ملاح. ليه ما حبيتش ندير شغل هذوك لي كولور تاع الساشيات هذوك ولا الاخرين تاع لي بواط بروفيسيونيل؟ ما عمليش حسيتك شغل ماشي، ما عمليش مهم، ما حبيتش ندير هذيك، يجيوني شوية ما همش غذائيين يعني. الوغ حبيت ندير لاروم خير، ليه على جال به التفاح تاعي ما يقعدش ابيض يولي جون جون كلير، ماشي جون سيترون، اي لا فوتو بركه يتبان جون سيترون مي هو جون كلير. ونزيد له قطرات من ماء من ماء الزهر، ولا اللي تحب ما ديرش العطر تخليه طبيعي، دير لافاني برك ودير الماء الزهر، هذا ما كاين، يجي البنه تاعو تحفه. ومن بعد ما برد ها نجي لهنا نخزنو في لي بورت مونجي. تحبوا نتوما وتحبوا كيفاه تحبوا تخزنوا، تحبوا ديروا راه بحبيت، تحبوا ديروا كيما درت انا كيما حبيتوا، حتى طريقه كيما نقولوا من بعد الاستهلاك، تخرجيه من البورت مونجي غير يطلق روحه شويه، تقدري تخدمي به ولا تزيديه في طاجين الحلو مع الاخر، ولا يعني ليه ما راح يفسد لك ما والو، والكو ما يتبدلش كاريمون. فوالا شوفوا كيف راني نهز منو، شفتوا كي قلت لكم ما نطيبوش بزاف، يقعد حاكم روحو، يقعد مليح برك، كي تاكليه ما يقعدش يتغزغز، او ميم طون ماشي مش طايب مره. ونخزنو بالسيرو تاعو وما تخزنوش وحده، باه اون سي جامي على طريقه الاستهلاك تاعكم كيفاه رايحه تكون. فوالا ونخبيها هكذا في لي بورت مونجي. طريقة التقديم كيما ام الفرحت في المونتاج. المهم بكم ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ان شاء الله تكونوا عجبوكم هاد لي غوسيت. سلام.